أكد قائد جماعة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي أن المرحلة الراهنة تتطلب مسؤولية لا يمكن أن نعفي أنفسنا منها في التصدي لهذا العدوان، وشدد على ضرورة أن تظل وتستمر بوصلة الموقف في الاتجاه الصحيح ولا نغفل هذا الخطر والتهديد الذي يمس حياتنا وأمننا ومعيشتنا ويستهدف حريتنا واستقلالنا وكرامتنا، ونغرق في متاهات من سفاسف الأمور والمناكفات التي ينبغي الترفع عنها. وأكد أن علينا جميعا التعامل بمسؤولية وجدية وروح عملية تجاه كل المشاكل والمسائل ذات الأهمية المتعلقة بالشأن الداخلي أو بمواجهة العدوان والتصدي له، وأشار إلى أهمية الحيطة والحذر من قبل الأجهزة الأمنية والمسؤولين في الدولة ومن المواطنين، والانتباه خصوصا بالتزامن مع احتفالات الإخوة في المؤتمر الشعبي العام. وأكد أن على الجانب الرسمي والأجهزة الأمنية السعي للحفاظ على أمن الجميع وبذل قصارى الجهد في حماية المواطنين في كافة الفعاليات. وأوضح أن على المؤتمر الشعبي العام ومكون أنصار الله والقوى الشريكة التعاطي بمسؤولية في يوم الغد والحذر من مساعي الأعداء على شق الصف الوطني وإثارة الفتن الداخلية، وعدم السماح نهائيا لأي عميل أو عابث بإثارة أي فتنة، والتعاون التام مع الأجهزة الأمنية واللجان المشتركة في الحفاظ على الأمن والاستقرار. وأكد أن معركتنا جميعا ومشكلتنا المهمة هي في قوى العدوان والتصدي لها وعدم السماح لمؤامراتها ومكائدها. انطلقت مسيرة حاشدة من المعهد الوطني للعلوم